الحقيقه وانا بقرا قائمه النادي الاهلي اللي هتلعب غدا ان شاء الله، او اللي هتكون متواجده غدا ان شاء الله في مباراه النادي الاهلي ضد النادي المصري، اللي لفت نظري 17 لاعب مش موجود في هذه القائمه. 17 لاعب للاصابه. قبل بس ما اقول لكم القائمه نفسها هقول لكم ال 17 لاعب للاصابه: شريف اكرامي ومحمد محمود وكريم ندفد وسعد سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال واسلام محارب. 9 لاعبين بسبب الاصابه. بالنسبه للايقاف: الشناوي وعمرو السوليه ومروان محسن لعدم الجاهزيه، وان شاء الله يكون متواجد في المباريات القادمه كابتن وليد سليمان. وجهه نظر فنيه: نجيب واحمد علاء واحمد حمودي ومحمد الشريف محمد شريف. تخيلوا حضراتكم لو انا قلت ال 17 دول كانهم هم قائمه النادي الاهلي، الاهلي كلهم موجود. اللي متواجدين في القائمه نلاقي مجموعه اخرى من اللاعبين بتتصاب، ولكن ده لازم يحصل في موسم زي اللي احنا فيه ده. لازم ده يحصل لان الموسم اللي احنا فيه ده موسم غريب جدا جدا جدا، واكتر نادي اتضر بسبب هذا الموسم هو النادي الاهلي. اكتر نادي حاول ان هو يحافظ على التوقيتات ويحافظ على كل شيء ويحافظ على الكلمه اللي قالها في اول الموسم هو النادي الاهلي، ولكن اتضر الحقيقه بسبب توالي المباريات، وده شيء مهم جدا جدا جدا. ولكن في النهايه احنا لا نبرر شيء، خلي بال حضراتكم، ولكن انا بتكلم مع حضراتكم او بحكي كده بس مع حضراتكم ان هي 17 لاعب غيابات، منهم 9 لاعبين مصابين. في فرق تانية لو كان حصل معاها واحد بس لما بيغيب تلاقوا الفرقه بشت عملت كده. حضرتك او كمشجع للنادي الاهلي لما اقول لك شريف اكرامي، لما اقول لك محمد محمود، لما اقول لك كريم ندفد، لما اقول لك سعد سمير، لما اقول لك محمود وحيد، لما اقول لك حسام عاشور، لما اقول لك محمد هاني، لما اقول لك عمرو جمال، لما اقول لك اسلام محارب والشناوي والسوليه ومروان محسن ووليد سليمان، كل دول مش موجودين. دي مش القايمه بالمناسبه اللي انا بقولها، دي مش القايمه اللي هتلعب بكره. دول المصابين، دول اللي بره. اه والله دول اللي بره. والله في فرق يا جماعه لما بيغيب منها واحد ولا اتنين بتلاقوه في حته تانية خالص، تحس انها فريق عادي. فما بالكم بالغيابات دي كلها. خليني اقول القايمه بقى ال 22 او ال 20 لاعب اللي هيكونوا متواجدين غدا ان شاء الله في مباراه النادي المصري: حراسه المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع احمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم وعلي معلول وباسم علي، دلع سلامه يا باسم. خط الوسط: حمدي فتحي، حسين الشحات، ناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحي وصالح جمعه واحمد الشيخ وعربي بدر. عربي بدر، احفظوا الاسم ده كويس. وجيرالدو. وخط الهجوم: وليد ازارو، صلاح محسن، جونيور اجايه. قبل بس ما احكي لكم او اتكلم مع حضراتكم سريعا عن العربي بدر،